وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد عبد الرحمن الكوهجي، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وهل حدثتنا عن أهم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال رعاية كبار المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم؟ مساء الخير جميعا، وأشكركم على هذا اللقاء الذي نحتفل فيه جميعا اليوم بالسنة الدولية للمسنين. مملكة البحرين هي من الدول الرائدة في مجال كبار مقدمة الخدمات الرعاية لمجال كبار المواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الملكي بلاد المعظم حفظ الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وكل هذا يأتي لتعزيز الأنظمة الحقوقية لمملكة البحرين والتزاماتها بالمواثيق الدولية، ومنها إعداد وإهداف استراتيجية الوطنية لكبار المواطنين. السنة الدولية للمسنين لهذا العام تحتفل بموضوع مرونة المسنات ومساهمتهن، وهو العنوان الذي قررته الأمم المتحدة، ويهدف إلى تسليط الضوء على قدرة المسنات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. المسنات، ومن هذا المنطلق فالمسنات في مملكة البحرين أثبتن ترجمتهن لهذا الموضوع، وخاصة في ظل الجائحة فقدمنا على الاستفادة من الدورات التي تتعلق بالتواصل الرقمي، وكان هدف بحيث أنه كان هو المصدر الأساسي فترة الجائحة، وكان هدف أنهم يكون لهم دور أيضا في تقديم البرامج والدورات للمسنين، وبالتالي أثبتنا وجودهن من خلال التحقنا بهالدورات وتقديم الخدمات من خلال التقنيات اللي كانت حديثة ذاك الوقت. ما يميز مملكة البحرين تجربتها الرائدة في موضوع دور أندية النهارية لرعاية الوالدين، وهي تعتبر من التجارب الناجحة. بالعكس، هناك الكثير من الدول المجاورة بدأت تقتدي وتأخذ تجربة مملكة البحرين في هذا المجال. هذه الدور كان لها دور كبير جدا، لأنها أسهمت في ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي المسنين، فهي دور يلتقي فيها كبار المواطنين مع بعض في هذا المكان، وتقدم من خلالها تجارب من خلال البعض مع بعض، وأيضا من خلال المسنات الذي يسعين لتقديم بعض البرامج والدورات للمسنين. وكان هذه الدور ساهم فعلا في تعزيز الصحة النفسية للمسنين، وقلل من وجود الدور الدائمة الإيواء الدائم، بحيث أن المسن أصبح ممكن يلتقي مع أصحابه من المسنين كبار مواطنين في مكان واحد، مثل هذه الأندية النهارية في الفترة الصباحية والفترة المسائية، وبالتالي أصبح هناك له جانب وجو إيجابي مهم جدا. وهذه التجربة الناجحة كان سببها الشراكة. وزارة التنمية الاجتماعية سعت أن تعمل شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة هذه الأندية، وبالتالي أصبح في هذه الأندية موجودة وسط الأحياء السكنية في مختلف محافظات البلاد، وكما بينا هناك أكثر من 15 دار الآن موجودة يستفيد منها من 1500 مسنة، والعمل الآن جاري لزيادة هذا العدد. طبعا بالإضافة إلى أن هناك في دار واحد اللي هو مركز محركة اجتماعية يقدم الخدمات الشاملة للرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لمن لهم بحاجة لرعاية دائمة. وهذا ما يميز مملكة البحرين، أن الاهتمام الكبير بهذه الفئة من المواطنين الأعزاء علينا. نعم السيد خالد عبد الرحمن الكوهجي، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، شكرا جزيلا لك.